مكملين مع تشابتر 6. بعد ما حكينا عن الريدايركشن خلينا نحكي عن البايب هلا اللي مرقت معنا اكثر من مره ونفصلها هون. البايب هي الفيرتيكال بار اللي لما نستخدم اور بنستخدم تنتين، هون واحده بس. البايب فعليا بعمل كونكت للستاندرد اوتبوت من one command لستاندرد انبوت للانذر command. يعني بمعنى آخر نستخدم البايب between two commands بحيث يكون الأوتبوت من الأول هو الإنبوت للتاني. زي المثال الآتي، عنا الليست مع الأوبشن L، بايب على الدبليو سي مع الأوبشن L. هلأ الLS مع الأوبشن L لحالها حكينا أنا هي بتعطيني list of files line per line، يعني لكل فايل بيكون line. إذا أنا شبكت الـ LS مع الـ WC باستخدام البايبينج، هون رح يكون output الـ LS هو input للـ WC. الـ WC كمان نتستذكر هو بعد الكاركترز أو الوردز أو اللاينز اللي أنت بدك إياهم، مع الأوبشن L رح يعد اللاينز. فهون إحنا كأنه رح نعد كم لاين في هذا الاوتبوت، يعني زي كأنه منحكي كم فايل موجود عنا. كمان مثال، لو قلنا list لstar.c وهي معناها انه اعمل list لكل الفايلز اللي بتنتهي بالextension .c piping على ال wc minus w، هنا رح يعد كم word انا عندي وredirect على الفايل سي ليست. يعني هذا الكوماند لاين كله راح يعد لي كم فايل موجود بالاكستنشن دوت سي. بدنا ننتبه انه في البايبنج لازم يكون الفلو كنترول بالشكل الاتي، يعني انه نستخدم الكوماند الاول كوماند يكون له اوتبوت والكوماند الثاني يكون كوماند بحتاج انبوت عشان تزبط عمليه البايبنج. فبمعنى آخر لازم يكون الريدر والرايتر work in unison، يعني بانسجام. ما في أي created لـ temporary files فعلياً. الـ LS هنا نربط فوراً على الـ pipe. الـ pipe هي source زيها زي أي input أو output source. الكوماند لما تشتغل ما بتعرف إنه هي عم تكتب على الـ piping أو حتى عم تقرأ من الـ piping. هاي شغلة الشل واللي حكينا عنها من البداية، انه هذا الشابتر بحكي انه الشل كيف بتتعامل مع الميتا كاركترز والسبيشال سيمبولز اللي بالنسبة إلها. فالبايب واحدة من السبيشال سيمبولز هدول اللي بيعني للشل. الكوماند ما بهمه ولا بعرف هو لمين بيعطي اوتبوت او بياخد انبوت من مين. كوماند سبستيتيوشن وهي استخدام الباك كوت حوالين كوماند معين، بحيث انه السبستيتيوشن هاد بيخلي الكوماند اللي جواته يكون ارجيومنت للكوماند اللي خارج السبستيتيوشن. بالسينتكس الاتي، مثلا اذا كتبنا كوماند معين وسبستيتيوت اللي هي الباك كود وكوماند تاني انسايد الباك كود، هاي معناها انه رح يعمل اكسكيوت للكوماند 2 ونتيجته او الاوتبوت منه رح يكون argument للكوماند الاول. مثلا echo the date today is substitute للdate. هون رح يتنفذ الكوماند date والاوتبوت اللي منه يصير مكان substitute date كلها، يعني كأنه argument للكوماند echo. فرح يطلع عندي the date today is ويحط الـ date of the system حاليا. المثال الثاني، إذا عندي list لـ cat file list surrounded by الـ substitute symbol اللي هي الـ backcode، هون حيتنفذ الـ command cat بالأول اللي هو رح يجيب الـ content تعون الـ file list ويصيروا كلهم argument للـ command ls. فكأنه رح يصير عندي list لكل الفايلز اللي مسجلة كانت في الفايل list. الكوماند اللي بيكون
enclosed by substitute بكتب الاوتبوت على الستاندرد اوتبوت. يعني اللي بصير ليش احنا سميناه substitution؟ لانه بصير استبدال لا اوتبوت الانكلوزد كوماند على التيرمينال نفسها. الميكانيزم المناسبة لاستخدام الكوماند substitution لما تكون انت بدك تستخدم argument dynamically يعني بالرن تايم. يعني مثلا المثال مرة تانية هاد، انا بدي اطبع تاريخ اليوم بالوقت اللي بصير فيه رن، فلازم اسحب الديت الحالي. بدي اعمل listing للكونتنت اللي بهذا الفايل وانا ما بعرف هو ايش فيه. فالسبستيتيوشن مناسب لما انت بدك argument ما بينعرف قيمته الا بالرن تايم. ما ننسى انه السبستيتيوت ما بينحمى من الدبل كوت، فاذا حطينا السبستيتيوت جوات دبل كوت رح يضل يشتغل سبستيتيوت عادي. اما اذا كان surrounded by single quote رح هنا ينعمل turn off لمعناه وينفهم انه back quote عادي. فمثلا اذا عملت نفس المثال اللي حكينا عنه قبل شوي بس خليتنا جملة the date today is date بين single quote، هون رح الإكو يطبع the date today is back quote date back quote، لأنه السنجل كوت عملت تيرن اوف للسبستيتيوت. كمان الشيل فيها variables وبقدر أنا أعرف variable وأعطيهم قيمة زي كل لغات البرمجة اللي موجودة في العالم، بس السينتكس بيكون على شكل اسم فورا للvariable مع اليساوي، وانتبهوا هون إنه ما يكون في أبدا أي white space، وبعد اليساوي في value وبرضو ما في white space. الفاريبل ما بحتاج اي تايب او حتى ديكلاريشن قبل ما نعطيه القيمة. احنا هنا بس بنستخدم هذا الاشي عشان نخزن معلومات في اسم معين بحيث بدنا نستخدمه اكتر من مرة، فما في داعي دائما نستخدم القيمة. الفاريبل هاد بصير نعرف انه فاريبل مش كلمة عادية لما نسبقه بالدولار ساين. فلما نحط الدولار ساين قبل الفاريبل هون بيعطيك قيمة هذا الفاريبل. إذا كان في دبل كوت حوالين الدولار ساين مع اسم الفاريبل اللي هي الفاريبل إيفاليويشن بنحكي لها، ما رح يصير أي اختلاف لأنه الدبل كوت ما بتحمي الدولار ساين. بس إذا كانت surrounded by single quote رح تنفهم الدولار ساين ككاركتر عادي وما رح يصير في فاريبل evaluation. الـ variables اللي انت بتعرفهم بشيل معينة انت بتكون تشتغل عليها مش بالضرورة يصيروا available لبروجرامز اخرى من الشيل، فهم currently بيكونوا على الشيل اللي انت بتشتغل عليها. خلينا نشوف كيف مثلا انا ممكن اعرف variable اعطيه قيمة ونصير نستخدمه. اذا مثلا بدك يكون في فاريبل اسمه x وقيمته 5، فورا بتقول x equal 5 بدون اي white spaces، واي evaluation لهذا الفاريبل بتسبق الاسم بالدولار ساين. لما تحط white spaces بتصير هاي الجملة illegal وبيعطيك عليها خطأ. في كتير حالات بتفيدني فيها الشيل variables، انه مثلا أنا بدي أعبر عن كلمة directory بالcurrent directory اللي أنا فيه، فممكن تكون القيمة عبارة عن substitute لcommand، فهون رح يكون قيمة الvariable directory هو الabsolute path للcurrent directory أو الworking directory اللي أنا بشتغل عليه. مرات بيكون في قيمة أنا بدي أستخدمها بتكرار كتير هي مثلا طويلة، فممكن أخزنها برضو بvariable ودائما استخدم بس اسم الفاريبل زي الباث نيمز. كتير صعب انه نضلنا نكررهم، فممكن انت تستبدل كل هذا الباث باسم او وورد واحد.